بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو ده هنتكلم فيه إن شاء الله عن محاضرة الـ Comprehensive Geriatric Assessment أو الفحص الشامل للمسنين. طبعا هو الـ Geriatric هو برانش من الباطنة ويطبق عليه الـ General Examination والـ Local Examination اللي احنا بناخدهم بشكل عام في الباطنة، ولكن في شوية حاجات مميزة كده في الناس الـ Elderly هنتكلم فيها في الفيديو ده ونحاول إن احنا نبسطها. أول حاجة الـ Comprehensive Geriatric Assessment it is a multi-dimensional interdisciplinary diagnostic process. multi-dimensional يعني مش بياخد سيستم واحد أو بياخد قطاع واحد، لا هو بياخد أكتر من قطاع أو أكتر من حاجة معينة، غالبا بيكون interdisciplinary يعني مش واحد بس اللي بيعمله، بيبقى أكتر من تخصص أو أكتر من حاجة مع بعض. الهدف منها هو انها تعمل ديترمينيشن للميديكال والباثولوجيكال والفانكشن كابابيلتيز بتاعه الشخص المسن. يعني انا بالبلدي انا ومعايا ناس تانية، بس انا كطبيب انا الاساس في النقطه ديت، بفحص المريض كويس جدا في كذا نطاق او في كذا قطاع عشان احاول اشوف الفانكشن كابابيلتي بتاعته، احاول اشوف الامراض بتاعته، اشوف العلاج اللي انا هكتبه ايه، اشوف اللونج تيرم فولو اب بتاعه هيكون عامل ازاي، هل انا احتاج معايا تخصصات تانية، هل انا احتاج معايا سبيشاليتيز تانية تساعدني ولا لا. الهدف الرئيسي من الكومبرهنسيف جيرياتريك اسسمنت ان هو يماكسمايز دايجنوزس، ان انا اوصل لتشخيص سليم. ان انا زي ما اتكلمنا في فيديوهات قبل كده ما ينفعش اقول ان دي حاجه طبيعيه بتحصل مع العمر، ان انا اقول ان ذيس از مثلا الزهايمر ديزيز ما هواش التشينجز الفسيولوجيكال اللي بتحصل مع تقدم العمر. الهدف من الـ Comprehensive Geriatric Assessment إن أنا أشخص صح وبالتبعية أمنتين أو ريستور الفانكشن اللي كانت موجودة قبل المرض عندي، أو أرفعها أو أرجعها لأحسن حاجة طبيعية عندي، أعمل ماكسمايزيشن للأفكت والكوجنيشن والبليسمنت بتاع العيان، إن أنا أخلي العيان القدرات المعرفية بتاعته والتفكير بتاعه والبوزيشنج بتاعه في أعلى حاجة أقدر إن أنا أوصل لها عشان أعيش healthy lifestyle as much as I can زي ما قلنا. كمان الـ Comprehensive Geriatric Assessment هيساعدني إن أنا أمينيمايز الـ Medication Use. يعني واحد مثلا في الصيف راجل عنده 70 سنة، خرج الظهر ما شربش مية كويس، داخ وقع شوية، انا لو جيت فحصته بس وشفته واتاكدت ان هو عنده بس شويه دي هيدريشن وما كانش شارب ميه كويس، مجرد بس ما يبدا ان هو يشرب سوائل كويس، قعده في حته ظل، درجه الحراره تبقى كويسه، ممكن يحتاج مثلا 500 لتر 500 سنتي سلاين، هتلاقيه فاق وبقى كويس وزي الفل. لو حد مش فاهم هيوديه المستشفى، هيحجزه، هيعمل له سي تي برين، ام ار اي على البرين، هيعمل لي ايكو، هيعمل لي اي سي جي، هيكتب ادويه كتيره، دي كلها هتقعد المريض في هوسبيتال، ممكن يلقط نوزو كومن انفكشن، كوست على المريض او كوست على التامين الصحي او كوست على البلد، ممكن يلقط انفكشن زي ما قلنا والمورتاليتي تبدا تزيد، يحصل سايكاتريك بروبلم بسبب القصه ديت، والقصه كلها كانت محتاجه مثلا شويه اي في فلويدز او شويه انتي بايوتكس عشان كان عنده مثلا سيستايتس او عنده شويه رين تراكت انفكشن، او تريتمنت في الهوم لنيومونيا كانت بتعمل له فولز. لو انا مش عامل كومبريهنسيف جيراتريك اسسمنت كويس مش هعرف ان الفولز ديت بسبب النيومونيا، هقعده في المستشفى واقعد الف وادور حوالين نفسي، اجيب بتاع النيور واعمل اشعات على النيور، واجيب بتاع الكارديو واعمل اشعات على الكارديو، والقصه كلها ملهاش علاقه بالسيستمز ديت، القصه كلها نتيجه النيومونيا. طبعا لما انا بشخص المريض صح بقعده اقل فتره ممكنه في المستشفى او حتى مش بوديه المستشفى زي ما اتفقت، بماكسمايز الفانكشن والافكت والكابابيلتي بتاعته والبليسمنت بتاعه، فده كله بيخلي المريض يبقى ديبندبل ومش محتاج اي حد في الاكتيفيتيز اوف ديلي ليفنج بتاعته، وده بالتبعيه مش هيخليه يحتاج ان هو لونج تيرم كير او نيرسينج هوم يبوظ عندنا. ببساطه شديده البرنسبلز بتاعت assessment لأي حد elderly هدفها الرئيسي هو إن أنا أبروموت الويلنس والإندبندنس، إن أنا من يعني عارف أنت ببساطة جدا الناس البسيطة كده تقول لك ربنا ما يحوجك لحد، إن أنت ما تتحوجش لحد، أنت تقدر تعمل نشاطاتك وأكتيفيتيز بتاعتك اليومية وحاسس إن أنت كويس وصحتك كويسة، وإن سنك اللي 70 سنة ده مش مؤثر عليك ولا مخليك ديبندنت ومحتاج لحد تاني. الفوكس الرئيسي في اي حد elderly وانت بتعمل له assessment على الفانكشنز بتاعته، على البرفورمانس والاداء بتاعه، الجيت وهو داخل،
الاتزان، الحركة من الكرسي للسرير للعربية للأسانسير للسلم، دي كلها حاجات مهمة أنت لازم تبقى مركز عليها والمريض ده داخل منك عشان تقدر تشوف لو عنده ريسك أوف فولز، في ساركوبينيا، عنده فريلتي، أي حاجة من الجيرياتريك دومينز اللي احنا هنتكلم فيها إن شاء الله بعد كده. الاسكوب بتاعك هيكون منصب على شوية حاجات كده هقولها كمان شوية، فيزيكال وكوجنيتيف وسايكولوجيكال وسوشيال دومينز هنتكلم فيها ان شاء الله ونعرف ناخد عندها هنت صغيره. الابروتش ده غالبا هيكون مالتي ديسيبلينري، هتبقى انت الرئيس او القائد بتاع الفريق الطبي المتخصص في رعايه المسنين، واحتمال تحتاج تخصصات تانية تساعدك معاك هنقولها كمان شويه. المفروض ان الافشنسي بتاعه الجيرياتريك اسيسمنت، انا هقعد اشرح المحاضره دي مثلا في 25 30 40 دقيقه، بس ده مش اللي انت هتقعد مع العيان. مش معقول لما يجيلك عيان كل عيان كبير في السن في المستشفى في العيادات في الطوارئ هتقعد معاه 40 او 50 دقيقة. عينيك الخبيرة مع الوقت والتدريب وتبدأ ان انت تشوف، هتبدأ تعمل سكريننج تيست ديت رابيدلي، وهتبدأ ان انت تركز والتارجت على الحاجات اللي هتديك سيجنيفيكانت. غالبا مع تقدم الوقت ومع الخبرة بتلاقي الدكتور الخبير او الدكتور القديم بيسأل عن المريض سؤال او اتنين، بيركز في الاكزامينشن بتاعه على حاجة معينة، بيبص بصة سريعة على كله طبعا بس بيركز على حاجة معينة عشان غالبا هو هيعرف التشخيص ايه، عكس الاندر جراديوت او النايب اللي لسه صغير اللي بيقعد يتكلم عن المريض كتير، ممكن المريض نفسه يتوهه ليه مش عارف يبص عليه في الاكزامينشن. هنا يأتي دور الخبرة والقراية والتعلم. الهدف طبعا من كل الحاجات دي كلها زي ما قلنا قبل كده ان احنا ندي طعم للحياه ان انت تعيش ديبندنت، فالهدف ده كله طبعا ان انت تمبروف الكواليتي اوف لايف بتاعه الشخص المسن عندك. عمال اقول كل شويه ان انت لازم يكون في تيم وانت القائد بتاع التيم، التيم ده انت مش هتعرف تعمل كل حاجه لوحدك، لازم يكون معاك ناس، بل بالعكس في ناس ممكن يعملوا حاجات احسن منك. المفروض دايما اي حد واحنا بنعمل اسيسمنت للشخص المسن او بنتعامل بشكل عام مع الشخص المسن او في العنبر او في الوحده بتاعه المسنين او في العياده والعيادات المحيطه بطب المسنين، لازم يكون في عندك تيم متوصل ببعضه وبيساعد بعضه. تيم طبعا هو دكتور بطن عادي خالص، فيزيشن عادي خالص، بس تريند في الجيراتكس وعنده انفورميشن كويسه عن جيراتكس وعنده معلومات ودارس متخصص في المسنين. يكون في نيرس وفي برانش لوحده في النيرس وفي كليات التمريض عن تمريض المسنين. بتبقى محتاج حد معاك فيزيكال ثيرابيست، محتاج حد تغذيه بس متخصص في تغذيه المسنين، محتاج حد سوشيال وركر عشان يروح التامين والشؤون الاجتماعيه وقرارات نفقه الدوله والمعاشات والكلام ده كله، محتاج حد سبيتش ولانجوج سبيشاليست او ثيرابيست، محتاج ده عشان العيانين اللي مثلا بيجي لهم سيربر ستروك او بالبر بولسي او بيحصل لهم اسبيريشن، محتاج حد يدربهم على القصه ديت، محتاج اوديولوجيست عشان يفرق لك هل دي تغيرات طبيعيه بتحصل في السمع مع تقدم العمر ولا بالفعل في ديزيز. السماعه اللي هيحتاجها المريض هيحتاج عمليه، هيحتاج تنظيف مثلا، الظبط بتاع السماعه دي كلها حاجات الاوديولوجيست هيظبطها. محتاج اوكيوبيشنال ثيرابيست، انا راجل كنت مدير بنك مثلا وبكتب بايديا اليمين وحصل للمريض ده ستروك وبقى فيه مشكله وضعف في ايديه اليمين، عايز اوكيبيشنال ثيرابيست عشان يقدر يخليني اقدر اسوق العربيه تاني واقدر اكتب بايدي اليمين تاني واقدر امسك الكمبيوتر والموبايل بتاعي تاني، دي كلها حاجات محتاجه اوكيبيشنال ثيرابيست. محتاج سايكولوجيست عشان السايكاتريك ديزيز فيري كومون في الالدر اللي عندي. ما ننساش كمان ان البيشنت نفسه والاسره بتاعته والكير جيفر بتاعته اللي بياخدوا بالهم منهم لازم يكونوا انفولفد معاك في التيم. زي ما انت شايف انت واحد، صحيح انت الرئيس بس انت واحد من وسط 8-10 تنفار، انت لازم تكون انت الرئيس ليهم، بس لازم يكون عندك معرفة مين هيقوم بالشغلانة ديت احسن منك. بتاع السبيتش ثيرابي هيقوم بالشغلانة ديت احسن منك في ان هو يخلي المريض يعرف يتكلم كويس، بتاع الاوديولوجيست هيعرف يظبط السماعه احسن منك، بتاع الجيراتريك دايتيشن انت تديله الخطوط العامه بس هو يعرف يظبط له الاكل احسن منك. انت مش فاضي ان انت تقوم تعمل تروح تمشي في قرارات نفقه الدوله وتشوف الورق بتاع المريض، السوشيال وركر هيعملها احسن منك. انت مش هتبقى مع المريض في البيت او تاخد بالك منه او الالارم ساين في البيت، الفاميلي والكير جيفر هيبقوا احسن منك. انت مش انت اللي هتقلب المريض ولا تاخد بالك من الغيارات ولا تغير البيت سورز ولا تركب له الكانولا ولا تنظف له ولا الكير بتاعه، النيرس هتعمل لك احسن منك. انت بتوزع المهام، بتدي كل واحد الاوردر بتاعته، بتراقبهم، وفي الاول وفي الاخر طبعا انت اللي بتشخص وانت صاحب القرار طبعا. لما نيجي نعمل كومبريهنسيف جيراتريك اسسمنت، الفحص الشامل للمسن بيشمل على كذا حاجه.
اول حاجه هفحصه فحص عادي خالص زي اي حد، باخد منه هقول كمان شويه هيستوري واشوف الكوموربيديتيز اللي موجوده فيه، عايز اشوف الفانكشنال ستيتس بتاعته، حركته، النشاطات اليوميه بيعملها كويس ولا لا، التغذيه بتاعته هل في نيوتريشنال ديفيشنسيز ولا لا، عنده مال نيوتريشن، اوبيزيتي، اندر نيوتريشن ديفيشنسي موجود، الكوجنيتيف باور بتاعته، القدرات المعرفيه اخبارها ايه، الادويه اللي هي بياخدها هل هي منطقيه، في ادويه ينفع تتشال، في ادويه بتتعارض مع بعض، في ادويه بتزود السايد افكت بتاع بعض، في ادويه كونترا انديكيتد، في دوزز محتاجه تتعدل، دي كلها حاجات محتاجه ان انا اخد بالي منها. وكمان زي ما قلنا السبورت بتاعه للسوشيال والمنتال ستيتس بتاعت المريض ده. صحيح هو المريض جاي لي، وصحيح انا متفرع من تخصص البطنه، لكن في حاجات تانية هبص عليها بصه غير جسمه، غير الكوموربيديتيز الموجوده فيه. في شويه دومينز كده، في اساسيات للاكزامينيشن او الاسسمنت بتاع المسنين عندنا. طبعا احنا في الاول وفي الاخر دكاتره ميديسن فيزيشنز، فتركيزنا هيكون منصب طبعا على الميديكال إلنس اللي موجود، الادويه اللي بياخدها، هل في مشكله في الفيجن، في الهيرنج، يورينري كونتنس، البين، الحاجات دي كلها احنا بنشخصها كويس، واحنا بنديلها علاج كويس، واحنا اللي نعرف نتعامل معاها، وده التركيز الاساسي. بس المريض ممكن يكون جاي لك صحيح عنده دايابيتس، صحيح عنده هايبرتنشن، بس اهله مش جايبينه عشان القصه دي، هو عنده اوستيوارثرايتس وركبه متدمره بس اهله مش جايبينه عشان القصه دي، اهله جايبينه مثلا عشان هو بينسى او بيتوه منهم او بيروح الجامع وما بيعرفش يرجع تاني، فلازم تاخد بالك من الكوجنيتيف ستيتس بتاعته. اهله جايبينه، هو صحيح عنده هارت فيلير، عنده سي او بي، بس هو مش جايبينه عشان كده، جايبينه عشان هو مكتئب، ما عادش بيلعب مع احفاده، ما عادش عايز يقابل اصحابه ويخرج معاهم، ما عادش عايز ينزل الجامع، ديبريسد، عنده مشكله، في مشكله في الايموشنز بتاعته او في المود بتاعته، فدي كلها حاجات مهمه لازم ناخد بالنا منها. كمان اهله جايبينه صحيح هو عنده دايابيتس، عنده هايبرتنشن، بس بدا يبقى في مشكله في الاكتيفيتيز اوف ديلي ليفنج والانسترومنتال اكتيفيتيز اوف ديلي ليفنج، دي بدات تحصل عنده مشكله فيها، فلازم تاخد بالك منها. كمان زي ما اتفقنا لازم تبص بشكل عام على النقط الفيزيكال من ناحيه الاتزان والجيت والريسك اوف فولز، وتسال عليها وتعمل لها سبيشال تيست واسسمنت. صحيح المريض بيجي لك العياده وتعمل له اكزامينشن وبتسال على الكير جيفر بتاعه، بس لازم برضو من وسط الحاجات، خصوصا الناس اللي عندهم ريسك ان يحصل لهم فولز، لازم تسال في البيت اخباره ايه، الانفايرمنت اللي حواليه، في سجاجيد كتير في سكته، الاضاءه عامله ايه، الحمام فيه سيراميك ولا فيه مشايات، الحمام بتاعه حمام بلدي اللي هو القديم ولا حمام افرنجي اللي هو الهاي سيتد باث روم اللي موجود عنده، لو ساكن في الدور الثالث او الرابع ومفيش اسانسير، ولا ساكن في الدور الارضي، دي كلها حاجات مهمه انت لازم تسال عليها. صحيح انت دكتور، بس دي من الحاجات المهمه عندك اللي انت لازم تاخد بالك منها، لان عيان مثلا عنده اوستيوارثرايتس وعنده الحمام اللي عنده في البيت مثلا حمام بلدي اللي هو الحمام القديم، فهو القعده نفسها في الحمام بتضايقه، فبيضطر يمسك الاستول وبيضطر يمسك اليورين عنده عشان قعده الحمام بالنسبه له عذاب، فبيحصل له كونستيبيشن وبيحصل له يورين ريتنشن بسبب القصه دي بس، مش بسبب اي مشكله تانية. مجرد ما يركب قعده ويقعد على حمام افرنجي تلاقي المشكله بتاعته دي تبدا انها تتحسن، والمشكله بتاعته دي تبدا انها تتحل. الست دي عندها باركنسونيزم وحركتها ضعيفه، بس طول ما هي ماشيه بالعصايه والمو ماشي مستقره خلاص الدنيا كويسه، بس لانها قاعده في البيت والكراكيب اللي موجوده في شقه اولادها بتنزل عندها، والسفره والكراسي والمشايه والملايه اللي فوقيها والنيش وسلك المروحه وسلك الدش اللي معدي، فكل شويه بتقع وبتتكعبل وبتتكسر، او هي عندها اوستيوبوروزز، الحاجات دي لازم تتصلح في الانفايرمنت بتاعتها، الاضاءه تاكد انها ماشيه كويسه، عشان دي كلها حاجات بتمنع الريسك اوف فولز انها تحصل عندها. فانا صحيح بركز على الامراض اللي موجوده، بس كمان مهم اركز على المنتال والفانكشنال والكوجنيتيف ستيتس بتاعت المريض، وكمان اسال على الانفايرمنت اللي هو عايش فيها والسوشيال والفاينانشال ستيت. مش منطقي ان انا اوصف له اكلات معينه او ادويه معينه غاليه مش موجوده مستورده، هو يا دوبك المعاش بيكفيه بالضالين، او هو اصلا معهوش الفلوس اللي يجيب بيها التذكره اللي جاي لك بيها او كشفك في العياده، فدي كلها حاجات مهمه لازم اخد بالي منها. طيب خلينا زي ما بيقولوا ليتس جو تو ورك، يعني انا جالي مريض دلوقتي شخص مسن جاي لي لاول مره في العياده، هعمل ايه معاه؟ هعامله طبيعي زي اي مريض. اول حاجه محتاج ان انا اخد منه هيستوري كويس، بس زي ما اتفقت الهيستوري ده هيشمل تفاصيل التفاصيل،
غير البيرسونال هيستوري بتاعه وغير الكومبلين بتاعته، لازم اساله على كل السيستمز الموجوده عنده، لازم اخد ديتيلد باست هيستوري، اشوف الفاميلي هيستوري بتاعه، اشوف السوشيال هيستوري بتاعه، اشوف الانفايرمنت اللي هو عايش فيها، بياخد معاش ولا لا، مين اللي بيصرف عليه، المعاش ده بيكفيه ولا مش بيكفيهوش، له تامين صحي ولا لا، عمل عمليات قبل كده، اخد اي تطعيمات قبل كده، كان فيه هوسبيتاليزيشن قبل كده. دي كلها حاجات مش بسالها للشخص الصغير قوي قد ما هي مهمه ان انا لازم اسالها للشخص المسن. حتى زي ما قلت لكم يعني الحمام نفسه بتاعه لازم اساله هل هو حمام بلدي او حمام افرنجي لو موجود، عشان دي كلها حاجات بتفرق معايا. مهم ان انا اعمل كيرفول اكزامينشن لكل السيستمز اللي موجوده عندي. ما ينفعش واحد جاي لي مثلا عنده فولز مثلا، او عنده بلاش فولس، واحد عنده ديزنيا فهم جاي سامع حاطط سماعه على الشيست والهارد وخلاص. ما ادراك ان الديزنيا ديت ممكن تكون جايه لك بسبب الهايبر ثايرويديزم اللي عند المريض. تيجي تقول يا دكتور ما هو ما عندوش جويتر، ما عندوش اكسوفالموس واضح، ما فيش تريمورز. ده طبيعي في الناس الكبار، اكتر من تلت المرضى الكبار لما بيجي لهم هايبر ثايرويديزم بيجي بحاجه اسمها ابافيك. احنا قلنا قبل كده في الايدج ريليتد تشينجز ان السنسيتيفيتي نفسها بتاعت السمباثيك والبيتا ادرينرجيك ريسبتورز النمبر والسنسيتيفيتي بتاعتهم بتبدا انها تقل. فما تنتظرش التريمورز والعصبيه والجويتر والاكسوفالموس اللي كان بيحصل مع الناس الصغيرين، ما تتوقعش ان المريض ده يحصل له كده. فلو ما حطيتش ايدك على النك بتاع المريض مش هتاخد بالك ان في جويتر، مش هتطلب تي اس اتش فهيفضل في ديزنيا وتلاقيك عمال بتطلب ايكو وبتطلب اي سي جي وبتطلب تشيست اكس راي وانت مش عارف ايه السبب. مهم جدا تعمل اكزاميشن لكل الحالات زي ما اتفقنا. واحد بيجي له فولز، ايه اللي يخليني لو انا مش فاهم ودارس جيرياتريك كويس، ايه اللي يخليني جاي لي راجل بيعملوا لي ريكويست وانا في المستشفى واحد عنده 70 سنه كل ما يجي يقوم يقف يقع؟ هبقى رايح هعمل له نيورولوجيكال اكزامينشن، هبقى رايح ابص على البيوبل، هشوف الضغط اريكتوسوباين، هشوف له السنسيشن، هشوف له الريفلكسات، بس ايه اللي يخليني اسمع السماعه واحطها على التشيست؟ لان انا عارف ان ممكن القصه تكون بسبب نيمونيا. ايه اللي يخليني اطلب يورين اناليسز؟ لان انا عارف ان ممكن تكون القصه بسبب يورين تراكت انفكشن. ايه اللي يخليني ممكن في بعض الحالات احتاج اعمل بي ار او اركب له قسطره؟ لان انا عارف ان القصه ممكن تكون بسبب الكونستيبيشن او اليورين ريتنشن. لو انا مش دارس جيلاتيك وعامل كيرفول اكزامينشن مرات هيقعد يلف ويدور لحد ما يحصل كومبليكيشن واي واحد ساعتها هيشخص الحاله. في شويه تستات بقى يمكن مش بيعرفها غير اللي دارسين جيراتيك بس، او مش بيعوزها غير الناس المتخصصين في التعامل مع المسنين، عشان بتشخص امراض كومن انها تتشاف في الناس الكبار السن. هنقولها ان شاء الله واحده واحده. في نقطه مهمه بس، يعني لازم يكون في كوميونيكيشن سكيلز. دي بتطبق لاي حد طبعا بشكل عام وللناس المسنين عندنا بشكل خاص. سيبك من ان المريض هيجي لك في عيادتك الخاصه وعارف هو الدكتور فلان ده مين وهو جاي وعارفك اصلا، بس الغالبيه العظمى من الحالات في مصر او بره مصر هو هيجي لك في المستشفى، انا مش عارف انت مين اصلا ولا في اي تعارف، وشيء طبيعي ان بيكون في نوع من الجدار كده، او نوع من زي ما بيسموه من الايس، لازم انت تكسره، لازم تدي العيان زي ما بيقولوا بريكنج ايس وتنتروديوس يور سيلف، تعرفه بنفسك، انا الدكتور فلان الفلاني بعد اذنك اتكلم معاك شويه او افحصك شويه، عشان دي كلها حاجات تخلي عيني يبقى فاميليار معاك وما يبقاش قاعد قلقان معاك ويبقى كوبرتيف معاك في الاكزامينشن. مهم كمان تبقى عارف اسم العيان، مش كل شويه يا حاج يا حاجه يابا يا مش عارف ايه، لا لازم تبقى عارف على الاقل اسم العيان، يا عم محمد يا ست فوزيه يا عم ابو السيد، الحاجات دي كلها بتدي العيان ثقه وبتخليه فاميليار معاك. وحتى لما بيجي لك بعد كده وتقول له ازيك يا عم فلان او ازيك يا ست فلانه، دي من الحاجات اللي بتخليه فاميليار معاك ويحب يجي لك ويحب يتابع معاك ويعني يرتاح معاك، ودي من الحاجات اللي بتخليها طبعا يعني بشكل عام وبشكل خاص تخليك توصل لتشخيص احسن. وكلنا في يوم من الايام هنكون يعني ربنا ما يكتبها رب نكون مرضى، ونتمنى ان الدكتور بتاعنا يعاملنا كويس. انا في الاول وفي الاخر هيومن ومحدش كبير على المرض. مش معنى ان انت بتتعامل مع راجل كبير، مش معنى بتتعامل مع حد عنده شويه باركنسونيزم او عنده ديمنشيا مثلا مايلد، او حد مثلا ديليريس شويه، او حد عنده اوستيوارثرايتس، او حد بريزد شويس، انت تكلمه وانت مش باصص له. بشكل عام وفي المسنين بشكل خاص دي حاجه مش كويسه، حاجه مش هيومن، حاجة ممكن في امتحانات الزمالات الأجنبية ممكن تسقطك. لازم عينيك في عين المريض، تعامله كويس، لازم يكون كل شوية في أي تو أي كونتاكت، تبص له وأنت بتكلمه، دي كلها من الحاجات المهمة، ولازم تبقى عينيك في مستوى عينيه. الراجل الكبير لازم تكلمه بالراحة واحدة واحدة،
صغير ما تاكلش كذا ولا كذا، وعايزك تعمل كذا كذا، وقيس لي السكر كذا كذا، وقيس لي الضغط، واعمل التحاليل، وعدي عليا وانت خارج، وعدي على الباب، وروح الصيدليه وهات وخد الحقن. الراجل الكبير لازم تكلمه واحده واحده، وكل شويه تقول له فاهم انا بقول ايه، محتاج اقول حاجه تانيه، يا ريت تقول ورايا اللي انا قلته تاني، عشان دي كلها من الحاجات اللي بتؤكد لك بتدرس لك ان الفانكشنال باور والاتنشن بتاعه والريكول بتاعه كويس، وكمان تتاكد ان هو فهم كويس، وخصوصا لو ما كانش معاه كير جيفر وقاعد في البيت لوحده وعنده لونس. تمام. ساعات لو المريض ما عندوش شكوى محدده ممكن تديله سؤال مفتوح وتخليه زي ما بيقولوا كده ايه، تخرره وتخليه يقول اللي جواه. يعني ممكن تقول له قول لي كده يعني اقدر اساعد حضرتك ازاي، ايه اللي تعبك اكتر حاجه، وسيب المريض يتكلم، بس طبعا حاول توصل للحاجات المهمه عشان دي كلها ما تضيعش وقت معاك، وخصوصا لو انت في مستشفى او في عياده او بتقابل حالات كتير، تحاول توصل للتشخيص في اسرع وقت ممكن عندك. خلينا ناخد شويه تستات بقى. يعني عملنا، خدنا الهيستوري زي ما عرفنا، عملنا جنرال اكزامينيشن كويس، قسنا الضغط، البادي ماس اندكس، الحراره، البلس، بصينا على الهيد، على النك، على الابر ليمب، على اللور ليمب، سمعنا التشست، سمعنا الهارت، عملنا نيورولوجيكال اكزامينيشن سريع، بصينا على النك وعلى الثايرويد، بصينا لو كان المريض بيد ريدن نبص على ظهره وعلى الباك، تاكد ما فيش بيت سورز، ما فيش فيه اي ديفورميتي، ما فيش فيه اي ابسس موجود عندك. نبدا نعمل شويه تيستات. في تيستات كده احنا بنعملها مع الزياره لاول مره، مش كل مره. لو المريض مثلا عنده سكر او ضغط او سي او بي دي مثلا او هارت فيلر، وبيجي لك مثلا كل شهرين ثلاثه، مش كل مره هنعمل التحاليل ديت الا اذا اضطرتك الحاجه لكده. ولكن التستات دي بنعملها مثلا مره كل فتره او في بدايه زياره الشخص ده، وبتتكرر مثلا انيولي او عند الحاجه، عشان تقدر تقيم الفانكشنال ستيتس وتبقى انت عارف السكوب بتاعك رايح فين في المانجمنت عندنا. اول حاجه عشان تشخص هل في او مفيش عندك مشكله في القدرات المعرفيه او في الكوجنيتيف باور، بنعمل حاجه اسمها الميني كوج سكورينج الجوريثم. الميني كوج سكورينج الجوريثم ده ببساطه شديده، الميني كوج ده ببساطه شديده ان احنا بنقول للمريض على ثلاث كلمات، وبنبدا ان احنا بعد ما نتكلم معاه فتره شويه نحاول ان احنا نخليه يعمل ريكول ليها. لو ما افتكرش ولا كلمة خالص من الثلاث كلمات دول، يبقى اللي عندك غالبا عنده بنسبة كبيرة ديمنشيا، محتاج ان انا اعمل سوفيستيكيتد تيست وانفستيجيشن عشان اشوف في فعلا ديمنشيا ولا لا، والديجري بتاعتها ايه، والفولو اب بتاعها يكون ادق. لو عندي افتكر الثلاث كلمات بسهولة وبسلاسة، يبقى عندي ما عندوش ديمنشيا ومش محتاج اعمل حاجة تانية. طب لو افتكر واحدة او اتنين من الثلاث كلمات دول، بنخليه يبدأ يرسم الساعة على حاجات متعارف عليها، ولكن مثلا نقول له ارسم الساعة 10 ب10، ويبدأ يرسم الساعة ويحط عليها الأرقام، ويحط العقرب الصغير على 10 والعقرب الكبير على 2، ونبدأ نشوف الرسمة بتاعت الكلوك دي بالشكل العام أو بالمجمل أخبارها إيه. لو لقيناها رسمها كويس، يبقى خلاص إحنا استبعدنا إن العيان ده ما عندوش إن شاء الله كوجنيتيف باور أو ديمنشيا. لو لقيناه مش عارف يفتكر خالص، أو افتكر كلمة أو كلمتين ومش عارف يرسم الساعة، يبقى ساعتها العيان ده بالفعل عنده مشكلة محتاج فيردر انفستيجيشن عشان تتأكد فعلا في عنده ديمنشيا ولا لا. من الحاجات المهمه كمان ومن اشهر التستات اللي وورلد وايد عندنا، هو تيست اسمه ال MMSE او الميني منتال ستيت اكزاميشن. التست ده الحقيقه ان هو يعني تيست ستاندردايزد بشكل عام، هو اصلا ما هوش تيست عربي، ولكن حصل له فيريفيكيشن، وبعض الزملاء والعلماء المصريين عملوا له فاليديشن ان هو يبقى عربي وينفع يطبق على العرب. ببساطة شديدة انت التست ده فيه عبارة عن خمس محطات عندك موجودة. المحطة الأولانية انت بتبدأ تسأل الأسئلة زي ما انت شايفها كده. التست ده طبعا انت مع الوقت بتحفظه، بس مش طالب ان انت تحفظه، او مش لازم تكون حافظ ال 30 سؤال اللي موجودين عندك دول، بتكون الورقة دي موجودة عندك مطبوعة تحت الإزاز مثلا، أو مع كل مريض بتطبعها وتحطها في الملف بتاعه وتبدأ تسأله شوية أسئلة. زي ما أنت شايف، تعال نشوف أول خمس أسئلة كده. تخيل كده أنت لو داخل وأقول لك قول لي إحنا في سنة كام؟ طب إحنا في فصل إيه؟ طب إحنا في شهر إيه؟ طب إحنا يوم كام في الشهر النهاردة؟ طب إحنا يوم إيه في أيام الأسبوع؟ الأسئلة دي لو أنا داخل لك وأنا عندي مثلا 60 سنة أو 65 سنة وأنت بتسألي الأسئلة ديت، أول حاجة هينطباع اللي هيجيلي إن أنا بسخر منك، أو أنا بستهزأ بيك، أو أنا شايفك يعني آسف في الكلمة أهبل، أو أنا شايفك قدامي منتاش كومبتنت عندي.
فلازم قبل ما تبدا التيست ده تقول له يا عم الحاج، وانت خلاص اخدت الاسم بتاعه وفاميليار معاه وضحكت معاه شويه في الاول وخد ود معاك في الكلام، قول له طب بعد اذنك يا عم فلان، احنا هسالك شويه اسئله قد تبدو سخيفه نوعا ما، بس الاسئله ديت احنا بنعمل بيها اختبار بشكل روتيني للذاكره للمسنين، فحاول تجاوب عليا في الاسئله ديت، انما ما تخشوش تسال عليها الاسئله ديت بشكل يعني فجائي كده عشان العين ما يتقفلش منك او يحس ان انت بتسخر منه. الحاجه الثانيه ما تدلو يعني الستاندرزيشن بتاع التيست ما تدلوش ارقام، يعني ايه؟ قول لي كده احنا مثلا في سنه كام؟ ها؟ احنا في 2021 ولا 2022 ولا 2023؟ لا ما تدلوش اختيارات. قول لي احنا في فصل ايه؟ يا ترى احنا في الصيف ولا في الشتاء ولا في الخريف ولا في الربيع؟ لا ما تدلوش اختيارات. طب قول لي احنا في شهر كام؟ طب احنا كام النهارده؟ يوم كام في الشهر؟ ها؟ ما تقعدش بقى تقول له ها يوم مثلا الايام البيض، الايام اللي بتصوم فيها، طب احنا اول الشهر، احنا في الثلث الاخير من الشهر، ما تقعدش تقول له الكلام ده، تساله سؤال مباشر، اذا كانت الاجابه اجابها صح فانت بتحط نقطه، الاجابه اللي ما بيجاوبهاش صح ما بترجعلوش تاني ليها وبتحط له عليها اكس. كمان من وسط الاسئله اللي بتسالها بتساله احنا فين دلوقتي؟ احنا في الدور الكام؟ عارف احنا في حي ايه؟ في محافظه ايه؟ في بلديه ايه؟ او الكلام ده كله، او مدينه ايه؟ دي كلها، او رقم العماره ايه؟ دي كلها اسئله انت بتسالها له، زي ما قلنا قد تبدو سخيفه ولكن انا بعملها عشان اختبارات معينه للذاكره. بعد ما خلصت العشر اسئله دول قول له بعد اذنك يا حاج انا هقول لك ثلاث كلمات كده، قولهم ورايا عشان اتاكد انت سمعتهم كويس، واحفظهم عشان هسالك عليهم كمان شويه. كوره، شجره، كرسي. نفس الطريقه كده تقولهم بالراحه مش ورا بعض. ها قول ورايا بعد اذنك كده، كوره، شجره، كرسي. اتاكدت ان هو قالهم تمام. اقعد تخش معاه في اي حاجه تانية من الحاجات اللي اقولها وبعدين ارجع للثلاث كلمات دول. وكوره، شجره، كرسي، ترتيبهم كده والثلاث كلمات كده، وتعمل ستاندرزيشن للتيست كده، محدش يحط التاتش بتاعه. ما تجيبليش مثلا تقول لي ترابيزه، قلم، مفتاح، وهما ثلاث حاجات مشهورين، لا هو التيست اتعمل له ستاندرزيشن بالترتيب ده كده والعالم كله متفق عليه كده، فمحدش يحط التاتش، هتقول الثلاث كلمات دول بالترتيب دول لو انت بتتكلم في العربي. المهم بقى تبدا تخش على حاجه ثانيه وتشتت الانتباه والكالكوليشن بتاعه وتختبره. يعني ايه؟ المريض اللي معاه تعليم فوق المتوسط تبدا تقول له المية اطرح منها سبعه، وبعد كده شيل سبعه، وبعد كده شيل سبعه، وبعد كده شيل سبعه، وبعد كده شيل سبعه، خمس مرات وهكذا. يعني مثلا المية لو شلت منها سبعه تبقى كام؟ 93. شيل منها سبعه وهكذا، ما تجيش تقول له المية شيل منها سبعه تبقى كام؟ 93. تمام. طب ال 93 لو شلنا منها سبعه تبقى كام؟ 86. طب ال 86 لو شلنا، لا ما تقولوش الرقم. 100 شيل منها 7 تبقى كام؟ كذا. شيل منها 7 تبقى كام؟ كذا. شيل منها 7 تبقى كام؟ كذا. خمس مرات. ممكن يجاوب الخمسه صح، ممكن يجاوب اول اثنين ثلاثه صح والباقي غلط. دي كلها حاجات مهم ان انت تاخدها، كل واحده بتقولها صح بتاخد عليها نقطه والغلط بتنقص عليها نقطه. طب انا اصلا مش متعلم، او انا ما خدت ابتدائيه، او انا يا دوبك بعرف افك الخط على قدي، تعليمي قليل، او انا الليترت، فساعتها نبدا نجيب ايام الاسبوع بالعكس. يعني مثلا يوم الجمعه اليوم اللي قبله ايه؟ فيقول لك الخميس. طب اللي قبله ايه؟ الاربع. اللي قبله ايه؟ الثلاث، وهكذا. خمس ايام ارجعهم بالعكس، ما تقولوش اسم اليوم، يعني ما تقولوش يوم الجمعه اللي قبله ايه؟ الخميس. تمام. طب يوم الخميس اللي قبله ايه؟ الاربع. تمام. طب الاربع اللي قبله ايه؟ لا ده مش صح، ده غلط. هتقول له الجمعه بس، وقول لي ايام الاسبوع بالعكس، او تبدا له بالجمعه، او حتى من الاخر حتى ممكن ما تقولوش الجمعه وتقول له قول لي ايام الاسبوع بالعكس. خمس ايام، اللي بيجاوبه صح هياخد عليه نقطه، واللي مش بيجاوبه بينقص عليه. مهم ان انت تبدا تساله على شويه حاجات ما يختلفش عليها اتنين، زي قلم مثلا، زي ساعه، زي تليفون، دي حاجات ما يختلفش عليها اتنين، فتساله تقول له ده ايه وده ايه، خد حاجتين كده واساله، وخليه عشان الريكول بتاعه، عشان تتاكد ان الارياز بتاعت البرين المسؤوله عن الـ 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 الكلام واللغه بتاعته شغاله كويس، هتقول له المقوله ديت، قول ورايا بعد اذنك ولا كاني ولا ماني ولا حاجه عجباني، هتلاقيه بيضحك وتجيبها بضحك كده، بس لازم يقولها بالمنظر ده. كمان مهم ان انت تدي العيان اوردر من ثلاث حركات، هتقول له بعد اذنك امسك الورقه دي بايديك اليمين وطبقها اتنين بايديك الاتنين، وبعد كده حطها على الترابيزه مثلا او على الارض. هو مسك منك الورقه
وحطها على الارض مثلا بايده الشمال بس ما طبقهاش اتنين، يبقى كده ينقص واحده. او خد الورقه بايده الشمال وانتقل له خدها باليمين، ادي كده ينقص. او ما عملش اصلا خالص الحاجه ديت، ينقص خالص التلاته. او خد الورقه مثلا بايده اليمين وقعد يطبق فيها 3 4 مرات ومعرفش يعمل حاجه تانية، ينقص. فكل واحده من دول ليها سكورينج سيستم لازم زي ما هو معمول. خد الورقه بايدك اليمين، طبقها اتنين، حطها على الارض او على الترابيزه او اديها لي بايدك الشمال، كل واحده من دول تاخد نقطه وتعمل سكورينج معاك. لو المريض بيعرف يقرا ويكتب هتدي له ورقه مكتوب فيها غمض عينيك، تقول له بعد اذنك اقرا اللي مكتوب ده ونفذه وتشوفه هيعمله صح ولا لا. ممكن تقول له لو هو بيعرف يقرا ويكتب قول له اكتب اي جمله مفيده معاك، انا اسمي مثلا كذا، النهارده يوم جميل، النهارده يوم مشمس، اي جمله مفيده تاكد ان هو بيكتبها كويس. لو العيان ما بيعرفش يقرا ويكتب هتخليه يرسم الشكل اللي موجود عندك في الاخر ده، تتاكد ان هو رسمه صح عندك. الشكل ده قد يبدو تافه بس العيانين اللي عندهم مشكله في الكوجنيتيف باور ما بيعرفوش يرسموا الرسم ده، وتلاقيه مديك اشكال مختلفه تماما عن الشكل اللي احنا محتاجينه او الشكل اللي احنا عايزينه. هتجمع السكورينج دول من ال 30 نقطه اللي عندك دول، المفروض ان في ريفرنس موجود على حسب سن المريض وعلى حسب المستوى التعليم بتاعه، ويقول لك الطبيعي بتاعه في السكورينج المينيمنتال ستيت اكزامينيشن ده الرقم بتاعه كام. لو لقيته اقل من كده يبقى العيان ده بدا يحصل عنده ديمنشيا على حسب السكورينج سيستم والريفرنس بتاعك، مايلد ولا مودريت ولا سيفير. شيء طبيعي ان انا لما بتعامل مع استاذ جامعه عنده 63 سنه غير لما بتعامل مع ست بيت بسيطه ما بتعرفش تقرا وتكتب عندها 70 سنه. اكيد رقم وسكورينج سيستم بتاع ده مختلف عن ده، ممكن ده يكون الديمنشيا بتاعته بتبدا مثلا عند 28 27 ودي الديمنشيا بتاعتها ممكن تبدا مثلا عند 24 22. فكل واحد على حسب مستوى التعليم وعلى حسب راجل ولا ست والسن بتاعه، دي كلها حاجات مش للحفظ ولكن تعرف ازاي التست بيتعمل، بحيث ان انت لو شفت الورقه او الريفرنس تقدر تشخص هل المريض ده عنده ديمنشيا ولا لا. ده امتى بيتعمل؟ لو انت شاكك بالهيستوري او عملت الميني كوج اللي انا قلت عليه في الشريحه اللي فاتت وما كانش شغال كويس معاك. Depression في الالدرلي is very 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 common، اسباب كتير قوي لا داعي لذكرها دلوقتي، هتؤخذ بالتفصيل مع موضوع الدبريشن. لكن انت من السنس بتاعك كده او من الفيش بتاعت العينين او من شكوى المريض او حتى روتين لمره في اول زياره، ببساطه شديده كده هتبدا تساله الخمس اسئله ديت. هل انت راض عن حياتك؟ حاسس ان انت يعني راضي عن حياتك؟ بنفس النص ما تحطش التاتش بتاعك. هل انت غالبا بتحس ان انت متضايق؟ الاجابه اه او لا. هل انت غالبا بتحس ان انت قليل الحيله؟ هل بتحب تفضل قاعد في البيت اكتر من ان انت يعني تخرج بره البيت وتعمل حاجه جديده ولا لا؟ هل تشعر انك لا تستحق الطريقه التي تعيش بها الان؟ حاسس ان انت ما تستحقش الطريقه اللي انت عايش بها دلوقتي؟ الاسئله ديت الاجابه اه او لا. طبعا في اجابات محبطه هتاخد سكورينج وحش وفي اجابات مش محبطه. المفروض الشخص الطبيعي ما تيجي تساله هل انت راضي عن حياتك؟ الحمد لله نعم. هل حاسس ان انت غالبا متضايق؟ لا. هل حاسس ان انت غالبا قليل الحيله؟ لا. تحب تقعد في البيت وما تعملش حاجه بدل ما تخرج؟ لا. هل انت حاسس ان انت ما تستحقش الطريقه اللي انت عايش بيها؟ لا. وده الطبيعي. انما العيان اللي بدا يقع منه نقطه او نقطتين من الخمس اسئله دول، العيان ده لو يعني جاوب الخمس اسئله كلهم بالاجابات الكويسه او واحده بس منهم عدت، خلاص العيان ده غالبا ما عندوش ديبريشن. انما لو في اثنين او ثلاثه او اربعه او خمسه من الاسئله دول كانوا في الاجابات المحبطه، يبقى العيان ده غالبا عنده ديبريشن او احتمال كبير، فانا محتاج ان انا اعمله فيرذر اسسمنت عشان اشوف عاوز اديله تريتمنت للديبريشن ده ولا لا. لان في امراض كتير عندك بتجيلك بمانيفستيشنز والسبب الاساسي الديبريشن. يعني عنده اجهاد بشكل غير مبرر، عنده دايابيتس صح، عنده هايبرتنشن صح، عنده هارت فيلر صح، بس كل حاجه كنترولد وماشيه كويسه وبياخد احسن ادويه وتحاليله كلها زي الفل، بس كل مشكلته في الديبريشن. يعني عنده هيدك كل مشكلته بسبب الديبريشن. عيان ما بياكلش ووزنه بينزل او ما بينامش كويس او بينام كتير او بياكل كتير ووزنه بيزيد، كل ده بسبب الدبريشن. فدي كلها حاجات انت لو ما خدتش بالك منها تقعد تدي العيان ادويه والقصه كلها بعيده عن الحاجات الكوموربيد كونديشن اللي عندنا، والقصه كلها بسبب الدبريشن اللي عنده. من الحاجات الاساسيه ان انت لازم تسال على الاكتيفيتيز اوف ديلي ليفنج، ولازم على الاقل في اول زياره لازم يكون عندك في الملف بتاع المريض الحاجات دي محطوطه عندك.
المفروض ان في عندك 6 حاجات تقريبا كل واحد مننا بيعملها كل يوم. المفروض ان انت بتصحى الصبح، بتبدا تخش الحمام، المفروض ان انت في باثنج او بتستحمى. استحمى مش لازم ان انت يعني تقلع هدومك وتستحمى، ولكن اتليست ان انت تقدر تمسك الصابونه وتغسل وشك وتتليف وتبدا ان انت يعني تاخد الشاور بتاعك. دي من الحاجات اللي انت بتشوف المريض تساله، هل انت اندمنت في الحاجات اللي بتخش لوحدك فيها ومحدش بيساعدك خالص، ولا هل انت في حد بيساعدك؟ يعني انا بخش الحمام مثلا بس محتاج حد يقلعني هدومي واخش اخد الشاور وحد وانشف، ومحتاج حد يلبسني هدومي، فانا كده اسيستد، ولا انا اصلا ما بعرفش اخش ولا اتحرك ومحتاج حد يقلعني ويغير لي ويحميني وكل الكلام ده كله. دريسنج طبعا اللي هي الهدوم، تويلتنج اللي هو الحمام، ترانسفير للحاجات اللي جوه البيت اللي هو السرير والكرسي بتاعه او مكان القعده بتاعته، الكونتيننس والفيدنج الاكل بتاعه، الـ6 حاجات الاساسيه دي، دول المفروض كل واحد فينا يبقى اندبندنت، يعمل الحاجات دي بدون المساعده حتى لو انت كنت قاعد في البيت لوحدك. احيانا مع تقدم او في امراض تانية المريض بيبدا يبقى اسيستد ويساعد في واحده او اكتر من الحاجات ديت، وساعات في بعض المرضى بيكون كومبليتلي ديبندنت على الكير جيفر بتاعه في النقط دي، فدي كلها حاجات لازم تبقى في ملف المريض وتبقى انت عارف القصه دي عشان الفولو اب فيما بعد، وعشان الانفايرمنت زي ما قلنا، وعشان التريتمنت بتاعك والخطه العلاج مع الكير جيفر بتاعت المريض. الحاجات دي لازم المفروض بتتعمل كل يوم. بس في حاجه اسمها انسترومنتال اكتيفيتيز اوف ديلي ليفنج، يعني الحاجات دي مش بتتعمل بشكل يومي بس المفروض ان انت بتحتاج من حين لاخر تعملها. انت تستخدم التليفون، انت تعمل شوبينج، انت تحضر الاكل، ان انت الهاوس كيبنج اللي هو شغل البيت بتاعك، ان انت تركب المواصلات، ان انت تبقى تجيب الدواء بتاعك وعارف فين دواء الضغط وفين دواء السكر وتعرف تاخده كويس، ان انت تعرف تتعامل بالفلوس، ان انت تعرف تغسل هدومك. الحاجات دي المفروض انت تعملها اندبندنت. بس ناخد بالنا من نقطة مهمة، ان ايه، كتير من الرجالة هو عمره ما دخل المطبخ اصلا، او اخره ان هو مثلا يعمل بيضتين مسلوقتين مثلا وسندوتش جبنة وكوباية شاي. كتير من الستات مثلا يعني هي متعودة جوزها يديها ارقام صغيرة في الفلوس او بيديها مصروفها مثلا اسبوع باسبوع او بشهر بشهر، ما تعرفش تتعامل بمبالغ مالية كبيرة بالالافات وبمئات الالافات والكلام ده كله. كتير من الستات مثلا اصلا هي عمرها ما مسكت التليفون التاتش مثلا، ولا بتعرف تشتغل على واتساب، ولا تعرف تعمل فيديو كول الكلام ده كله. هي اصلا كانت كده من زمان، او الكالتشر او السوشيو ايكونوميك ستاندرد بتاعتها هي كده. فما ينفعش ان انا اجي والاقي مثلا ما بتعرفش تستعمل التليفون السمارت الحديث، او هو مثلا راجل ما بيعرفش يعمل محشي، او هي ست مثلا مش عارفه تعد لي 50 60 الف جنيه واقول انها بقت اسيستد او ديبندنت. لا، انا عايز حاجه هو كان متعود ان هو يبدا ان هو يعملها. انما ما اجيش ست بيت شاطره وكانت بتعرف تطبخ وتعمل اكلات وتوزع الناس في الاكل، وتيجي دلوقتي ما عادش قادره تعمل مثلا رز وملوخيه مثلا، انها كانت احسن واحده تعمل عزومه وتعزم 10 انفار، بقت محتاجه حد يساعدها، او ما عادتش قادره اصلا تخش المطبخ، ما عادش بتنزل تروح تجيب حاجاتها من البيت، محتاج حد يجيب لها الدواء ويشيل القرص ويجيب لها الميه ويبلعه لها، او محتاجه حد يساعدها، ما عادش تغسل هدومها. كل دي حاجات مهم ان انا اخد بالي منها. صحيح ما بتحصلش كل يوم، ولكن اسال المريض هل انت بتعملها كامله لوحدك، ولا بتحتاج حد يساعدك فيها، ولا انت ما بتعرفش تعملها اصلا خالص ومحتاج حد يعملها لك مكانك وانت تبان. هدفنا من الطب بشكل عام وهدفنا من طب المسنين بشكل خاص ان انت تعيش كواليتي اوف لايف كويسه. كواليتي اوف لايف كويسه في جميع الاحوال، في الفيزيكال اكتيفيتيز بتاعتك، في الكوجنيتيف باور بتاعتك، في السايكولوجيكال باور بتاعتك، في السوشيال فانكشن بتاعتك. كل الحاجات دي نحاول نماكسمايز البينيفيتس والقدره بتاعتها لقد ما نقدر عشان نضمن كواليتي اوف لايف كويسه. الكلام ده عام، ولكن المفروض ان انت تكون راضي عن حياتك وجوده حياتك عشان اشخصها بشكل دقيق في الريسيرشز بالذات او الفولو اب بخصوص الحاجات اللي انا شاكك منها. في كويشنير مشهور جدا اسمه الشورت فورم 36 هيلث سيرفي او الاس اف 36، من اسمه كده عباره عن 36 سؤال بتسالهم المريض عشان تقيس بيهم الكواليتي اوف لايف ثرو حاجات معينه زي الفيزيكال فانكشن، الايموشنال هيلث بتاعه، هل في اي الام او في مشكله في المجتمع حواليه، منتال هيلث بتاعته، فيتاليتي، البرسبشن للصحه العامه بتاعته، كلها حاجات بتسالها في الكوستنير عشان تشوف الكواليتي اوف لايف اخبارها ايه. مهم جدا كمان عشان توصل لكواليتي اوف لايف كويسه ان انت تشوف المريض نفسه الميديكال كير بتاعته والهدف بتاع الكير بتاعه ايه. يعني انت جاي لك
مريض مثلا عنده، انت شايف ان هو عنده مثلا جويتر، بس هو كل اللي تعبه دلوقتي مش قصة الجويتر، هو كل اللي تعبه دلوقتي الحرقان اللي بيحصل معاه بسبب الدايابيتيك نيوروباثي، بسبب الانكنترول دايابيتس. اه صح، هدور في الجويتر واشوف انا محتاج اخد منه فاين نيدل ولا لا، هعمل له اشعه ولا لا، اسكان ولا لا، علاج ولا لا، جراحه ولا لا، بس الاساس دلوقتي في المريض، وتشوف الكير بتاعته والنيد بتاعته ان انت تريح له النقطه ديت والهدف ده. هو مش فارقه معاها شكل الكيس الدهني اللي في وشها، مش فارق معاه شويه الديفورمتي البسيطه اللي في رجليه، انت لقطت الحاجات دي، بس مش ده اللي جايب المريض. اللي جايب المريض مثلا اليورينري كونتنس اللي موجود عنده، اللي جايب المريض الكونستيبيشن. فدي كلها من الحاجات المهمه اللي انت لازم تشوف ايه اللي تعب المريض وايه البريفرنس بتاعه وخطه العلاج رايحه فين. مهم جدا طبعا ان الكلام ده كله على حسب الكالتشر والمعتقدات اللي انت عايش فيها، لازم توظف الكلام ده بشكل مظبوط عندك. يعني اتمنى ان اكون فدتكم في المحاضره ديت. زي ما قلت قبل كده ان الكلام اللي انا قلته ال 30 40 ده، دول اللي انا شرحتهم، قد يبدو طوال، بس انت مع الوقت ومع الخبره مش هتاخد اكتر من 5 او 10 دقائق عشان تعمل الكومبريهنسيف جيرياتريك اسيسمنت للشخص المسن، الكومبريهنسيف جيرياتريك اسيسمنت للشخص المسن عشان تحاول توصل للتشخيص وتحسن وتماكسمايز الفانكشنال باور والكواليتي اوف لايف على قد ما تقدر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.